لا عادل، عمري 22 سنة. كل شغلي مع ناس مروا في اي بي، وستايلي كله رسمي، شكلي واحد، ما عندي وقت اني اغير من شكلي من ستايلي. فشفت البرنامج وحبيت اني اشارك. مرحبا، انا اسمي نانسي، عمري 20 سنة، من هواياتي التصوير، وحابة أغير بستايلي، إنه أنا عادي بحبه، بس إني حابة أغير الألوان لأني كتير ستايلي هادي وكلاسيك. اسمي دينا، عمري 30 سنة، هواياتي المفضلة ركوب الدراجات النارية. دائماً وأبداً ألبس ألوان غامقة، بالعربي اللون الأسود دائم ما قد غيرته أبداً، دائماً أسود أسود في كل شيء. بس اليوم جيت على البرنامج عشان أعطي نفسي فرصة. دينا، آلاء، نانسي، يا أهلا ومرحبا فيكم، نورتونا. النور نورك الله يسعدك. جاهزين للتحدي؟ جاهزين. هنبدأ معاك يا آلاء، خلينا نتكلم شوي عن الألوان. ليش حابة تغيري الألوان اللي تعودتي عليها؟ صراحة أنا يعني بشتغل دائما مع ناس في اي بي، واللوك الواحد ما ينفع، لازم كل مرة لوك جديد، شكل جديد زي كذا. حبيت أول شيء إني أجي وأغير لوني وترجع ثقتي في نفسي، وأقدر أبين بلوك جديد بشكل جديد. أنا متأكدة إنك بعد حلقة اليوم ثقتك حتكون فوق وغير تماماً. دينا، حكينا إيش حابة تغيري؟ حابة أغير اللون الأسود، لأن ما أغيره أبداً، ومستحيل اللون هذا معاي في كل شيء. فهالمرة جيت عشان أجرب شيء جديد وأغير من شكلي، وأتمنى أنه يكون تحدي صعب وبنفس الوقت حلو ومقنع لي جدا. شكرا لك دينا. نانسي، كثير منا إحنا البنات خصوصا بنحب نبان أصغر من سننا، لكن بالنسبة لك يمكن هذه مشكلة أو شيء حابة أنك تغيريه في الستايل، صح؟ صح، لأنه كثير يعني صار الوضع أوفر، أي حدا بشوفني أوه عمرك 17 16، فصرت أنت مش 17؟ لا أوكي، حتى أنت شفتي؟ فصارت معي بصراحة عقدة، يعني هو صار شيء حلو، بس يعني روح على شغل هيك الكل بيقول لي صغيرة، فودي أغير بهذا الشيء.